الحمد لله الكريم الودود، وصلى الله على سيدنا محمد الموفي بالعهود، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى الخلود. وبعد، كان بعض الشباب الذين شاهدوا الحلقة الماضية من فريق الإعداد أبدوا ملاحظة، قالوا صحيح أنك بينت وفندت الرأي الذي يتحدث عن أنه يمكن للإنسانية أن تعيش بقيم ومبادئ وضمير وعرف دون حاجة إلى الدين، بدليل ما نراه من إنسانية وآدمية في الدول التي نعتبرها متقدمة. ربما نكون صرفنا في التوضيح إلى درجة توهم التصادم، لكن كنت أظن أن هذا مهم لتوضيح أن هذا لا يكفي. قبيلة الشعوب المحترمة حتى في حال السلم والأمان في الغرب قبلت أن تتنازل عن جميع أو عن أكثر قيمها، الغالبية منهم قبلوا أن يتنازلوا عن غالب قيمهم مقابل الحصول على الأمان عندما شعروا بأن هناك ما يهدد أمانهم، بل حتى ما يهدد ثقافتهم. لهذا لم يكن كافيا مجرد الحديث عن الضمير، الحديث عن العرف، ولا حتى عن القوانين. هناك شيء أعمق نحتاج إليه. لماذا؟ لأن مسألة الأعراف تتغير بتغير الأزمنة والثقافات والأمكنة، والضمير يتغير بتغير الأحوال التي تحيط بالإنسان. في هذه الحلقة نريد أن نحاول وضع أيدينا على طيب الحال، ما هو المعيار؟ كيف يمكن أن نحافظ على إنسانيتنا ونرقيها حتى يرتقي تديننا إن تدينا؟ الإنسان كما قلنا في الحلقة قبل الماضية لديه غريزة ورغبات تحدو به، ولديه وفيه روح تسمو ونفخت فيه من روحي، وفي جسد يحمل، وفي عقل يفكر، وفي قلب يقرر، أسميها ما شئت في الأسماء. هذا الإنسان يحتاج إلى ميزان يتعامل من خلاله مع الحفاظ على القيم والأخلاق. طيب واحد يقول ما هي القيم والأخلاق؟ أصلا الناس تختلف حولها. لا، توجد مسلمات عند البشر قبل تنكس الفطرة. ما هي المسلمات؟ مثلا الصدق قيمة والكذب مخالف لهذه القيمة، الأمانة قيمة والخيانة شيء بغيض، العدل قيمة، الظلم بغيض. نعم، تفاصيلها فيها نسبية، أين يعتبر هذا ظلم ومتى لا يعتبر ظلم نتكلم لا بأس، لكن أصل هذه القيم، أصول هذه القيم هي ثوابت ليست متغيرة. فالإنسان يحتاج إلى صلة بهذه الثوابت ثم التأصيل المبني عليها. وهنا تأتي أهمية كلمة حلال وحرام. نحن قلنا في حلقة من الحلقات أن نحو 8% فقط كما ذكر الإمام الغزالي حجة الإسلام من القرآن الكريم يتعلق بالأحكام، الباقي قيم، أخلاق، اعتقاد، فهم، تفكر، نظر في الكون. 8% هذه على نوعين. هناك ما يسمى في الشريعة بالأحكام القطعية، أي التي ليس هناك مجال للاجتهاد في تغييرها، وهي قليلة قياساً على الأحكام الاجتهادية الظنية والتي فيها الاجتهادية، التي يمكن أن يعاد النظر في بعضها أو في كثير منها إذا ارتبطت بمتغيرات. الحكم يدور مع العلة كما يقول الفقهاء وجوداً وعدماً. تمام؟ اتفقنا على هذا. طيب ما هي الأحكام القطعية هذه التي لا تقبل التغيير؟ إن تأملنا سنجد أنها هي الأحكام المتصلة بالثوابت القيمية. كيف يعني؟ طيب يعني مثلا هناك حكم شرعي بتحريم السرقة، ليس كذلك؟ بلى، تحريم السرقة. يذكروني السرقة هذه تتعلق بماذا؟ بحقوق الآخرين، تمس إنسانية الإنسان، عندما يدوس على إنسانيته فينهب حق الآخرين. لهذا قطعا محرم السرقة. عندنا من القطعيات تحريم الخيانة، نفس الشيء ارتبطت في هذا. عندنا من القطعيات تحريم الزنا، الاعتداء على هذا الأمر. عندنا من القطعيات تحريم القتل للنفس البريئة، هذا حفظ الحياة. هناك قطعيات تستظل بمظلة اسمها الكليات الخمس، حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ العرض، حفظ المال، حقوق الإنسان التي يحتاج إليها الإنسان. جاءت الأحكام الفقهية الشرعية التي لا تقبل التغيير، التي هي ثوابت متصلة بالقيم، متصلة بالحفاظ على إنسانية الإنسان. عندنا من القطعيات حافظوا على الرحمة، هذا تعاملوا بالرحمة، هذا أمرنا الله بها، صلة الرحم وضده قطيعة الرحم، بر الوالدين وضده
حقوق الوالدين، القيام بحق الأبناء وضده تضييع الأبناء، الإحسان إلى الجار وضده الإساءة إلى الجار، هذا مقطوع بها في ديننا، أنه لا مجال للكلام على أنها غير قابلة للتغيير في أصلها. الأشياء التي تتغير بتغير الزمان والمكان هي التي تقبل التغيير، وكل هذا لا يتعدى 8%. إذا لدي أحكام افعل ولا تفعل، ما مهمة هذه الأحكام؟ ليست هذه الأحكام التي ترتقي بإنسانيتنا أو التي تصنع إنسانيتنا، مهمة هذه الأحكام المحافظة على إنسانيتنا، بمعنى الحماية. هناك ثوابت للحماية، متغيرات أيضا للحماية. طيب ما الذي يرقي هذه الإنسانية؟ لا، الذي يرقي هذه الإنسانية معنى من المجاهدة للنفوس مبني على قيم ثابتة، أخلاقيات، قيم ثابتة. هذه الأخلاقيات والقيم الثابتة لها صلة بجانبين، جانب باطن في داخل الإنسان، في باطن الإنسان، وجانب ظاهر في خارج الإنسان، في تعاملات صورة الإنسان، ظاهر الإنسان. ظاهر الإنسان هي التي تتعلق بها الأحكام التي ذكرناها، التي هي قطعيات وغير قطعيات، واجب وحرام ومكروه ومستحب ومباح. الباطن اللي في داخل الإنسان منه باطن الإثم، وذروا باطن الإثم وظاهره. لدينا في باطن الإنسان المعنى من وراء الظاهر، لدينا في باطن الإنسان الحقائق التي من وراء الظاهر، الأذواق الروحية القلبية التي بها يكون الإنسان إنسانا. المعنى الذي جعل المرأة التي تسقي كلبا بالرغم من انحرافها الظاهر، كانت من البغايا مومس، يعني نظرت إلى كلب يلهث ويلعق الثرى من العطش فسقته من البئر لخفها، فلما شرب الكلب غفر الله تعالى ذنوبها برحمتها للكلب. وأخرى مؤمنة ممكن تصلي وتصوم لكن أدخلها الله النار لأنها حبست هرة. انظروا هنا ارتباط ظاهر الأحكام بالمعاني القلبية، لحظة رحمة لمعت في قلب هذه المرأة ترتب عليها أن غفر الله ذنوب كبيرة كانت ترتكبها، لأن هذه الذنوب في الأصل كانت في حق نفسها هي، في حق آدميتها، لكن لما جاءت لحظة من لحظات تيقظ الآدمية، تيقظ الإنسانية فيها، غفر لها بهذه اللحظة. هذا المعنى الذي هو التوازن بين الباطن وبين الظاهر. يقول الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة الرحمن: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام، إيش فيها يا رب؟ فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. لماذا قدم الله الفاكهة هنا على النخل؟ تأملوا ملحظ هنا، الفاكهة تتعلق بالتخير، بالتشهي بالنسبة للإنسان، ولهذا في الجنة قالوا فاكهة مما يتخيرون، أي إعطاء الإنسان مساحة من التنعم، من التلذذ، من الرغبة، الاستجابة للكماليات، للرغبة، للتشهي، للتلذذ. لكن النخل ذات الأكمام لا، النخلة فيها الجدية، هي قابلة للتلذذ، كما قال شوقي رحمه الله: طعام الفقير وحلوى الغني وزاد المسافر والمغترب، لكن هي في الأصل كلها نفع. التمر ينتفع به، والثمرات والسعف ينتفع به، والجذع ينتفع به، جدية الإنسان. ولهذا شبه المؤمن بالنخلة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحب ذو العصف والريحان، الحب الطعام، هذا الحب قال ذو العصف والريحان، العصف يعني الأوراق، الريحان الزهرة التي تتحول إلى ثمرة، فيه تكامل. هناك قال نعم ممكن تتنعم وتتلذذ، لكن انتبه للشيء الجاد أيضا الأساسي. ثم قال لك تريد تصل إلى الثمرة التي هي الحب، راعي سنني الكونية في التدرج. الورق لابد تزرع تغرس، والزهر كثير منه يحتاج إلى تلقيح حتى تصل بعد ذلك إلى مرحلة الثمرة. قال سبحانه وتعالى في نفس السورة: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. في نفس السورة مرج البحرين يلتقيان، نعم ذكروا العلماء وتكلموا عن البحرين، هل هي البحر الحالي والمالح يعني الأنهار والبحار، أو هي أنواع البحار والمحيطات، ولهم كلام حول اختلاف مكونات كل منها بالرغم من أنها متصلة، لكن معنى آخر أيضا لا يذهب المعنى الظاهر. مرج البحرين يلتقيان، قال بعض العارفين بحر الشريعة وبحر الحقيقة، الشريعة فعل ولا تفعل، الحقيقة المعاني القلبية التي من ورائها الروحية. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ، ما هو هذا البرزخ؟ الإنسان، ميزان، الميزان الذي أقامه الله في الوجود، خليفة الله في الأرض. شو معنى الخلافة الحقيقي؟ الاستخلاف، عمارة الأرض.
ليس مجرد الحصر على الحكم والصراع عليه. هذا المعنى الذي يقيم هذا الإود يتصل به مفهوم القيم الذي نتحدث عنه، مفهوم الأخلاق التي نتحدث عنها، التي تجعل من الإنسان إنسانا، التي ترتبط بالبحث عن النموذج الأقدس الأرقى الذي من خلاله نرى هذه المعايير التي جاءت بها السماء من الأخلاق من الثوابت كيف يمكن أن تطبق في عالم الأرض. نحن بحاجة إلى نموذج إنساني نرى فيه هذا الكمال، ولهذا نحن نتحدث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نموذج الإنسان الكامل. لهذا أرسل الله الرسل ساداتنا آدم ونوح وإبراهيم وموسى، وأرسل الله سيدنا عيسى عليهم السلام إلى هذا الوجود لنرى فيهم نموذج الكمال الإنساني الذي يجمع بين القيم والأخلاق والاتصال بالروح الأقدس العالي ورغبات الإنسان وعمارة الكون الذي يعيش فيه. جاء الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مجمعا لمظاهر كمال الإنسانية، جاء أيضا ليعطينا دروسا كيف نحيي الإنسانية عند الناس الذين هم بحاجة إلى إنعاش إنسانيتهم. جاء يعلمنا أن الإنسانية قبل التدين عندما أقر صفات راقية في بشر لم يكونوا مسلمين، حتى أنه صلى الله عليه وآله وسلم أكرم ابن حاتم الطائي كريم العرب، أكرم ابنه وابنته من أجله، قال إن أباك كانت فيه صفة يحبها الله ورسوله، يعني الكرم بالرغم أن أباه مات على غير الإسلام. لهذا أكرم صلى الله عليه وسلم ذكر المطعم بن عدي، هذا المطعم مات كافرا حتى بعد وجود النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الرسالة وقيمت عليه الحجة، فهو كافر يعني كافر جاحد عرف الحق، ومع ذلك كرم النبي ذكره لما نظر إلى أسرى بدر صلى الله عليه وآله وسلم، قال لو كان المطعم حيا وطلبهم لأعطيتهم إياه. لماذا؟ لأن المطعم كان يؤمن بالشيم بالقيم، يؤمن بالمعاني الراقية، ولهذا أجار النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند رجوعه من الطائف. ولهذا استأذن حسان بن ثابت الأنصاري شاعر النبي لما مات المطعم أن يرثيه، فأذن له النبي وأنشد الشعر برثاء الرجل الكافر في حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الرثاء تضمن ذكر القيم الأخلاقية. طيب كيف نرى؟ ما هو المعيار؟ قلنا المعيار الشرع السماوي الذي يأتي، القيم التي الثوابت التي جاء بها الحق سبحانه وتعالى وعلمنا إياها، وهي متصلة بهذه الفطرة، متصلة بالإنسانية، تحييها، تحمى بالأحكام، البحث من وراء المعاني القلبية التي فيها. قلنا أيضا أن بحاجة إذا عرفنا ما هي هذه القيم أن نراها مطبقة، ما هو المعيار الذي نرى به القيم فنعرفها. هذا ما سيأتي في الحلقة القادمة الإشارة إليه، لننطلق بعدها إلى أمور متعلقة بيوميات في الواقع، بعلاقات لنا مع البشر الذين يحيطون معنا، بالتعامل مع من نحب ومن ننزعج منهم، مع من نختلف مع من نتفق معهم، مع المبتلين بالخطيئة والأخطاء والأمراض والتعامل، مع الحرب ومع السلم، مع الرضا ومع الغضب. كل هذا إن شاء الله ستأتي حلقات للخوض فيه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم بالتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، أحي من أنوار قلوبنا ما مات، ورد علينا من هدي النبي ما فات، ورقنا إلى على المراتب الرفيعات، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجود والطول والإنعام، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.